متتبعي ومحبي قناة البهجة للعقار، السلام عليكم. سعيد باللقاء ديالكم في هاد الشقة الجديدة وهاد العرض الجديد. إذا كانت هذه أول مرة كتكتشفوا معنا هاد القناة متخصصة في العقار، فما تبخلوش علينا أولا بالضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو باش يوصل لأكبر عدد من الناس اللي كيقلبوا على شقق في مدينة القنيطرة بمختلف الأحياء ديالها. وإذا كنتم غير مشتركين فاشتركوا في القناة ديالنا باش كل مرة توصلوا معنا بكل ما هو جديد وحصري. شقة موضوع اليوم كما كتشوفوا معنا هي متميزة، فمنذ الانشاء ديال هذه القناة ما جبناش لكم على مستوى هذا الأليانس مهدية، ما جبناش لكم شقق اللي كتفوت المساحة ديالها 108 متر كاري. الشقة متميزة بالمساحة ديالها، فهي تقريبا واحد 144 متر كاري، كتكون من 3 غرف، من صالون وسيجور فسيحين تبارك الله، من ان كويزين حتى هي تبارك الله كبيرة، ومن حمامين كذلك. متميزة هاد الشقة بالمساحة ديالها، فهاد المساحة تبارك الله اللي كتعتبر كافية سهلت على هاد المهندس انه يعطينا واحد التصميم اللي هو متميز. متميزة كذلك بالموقع ديالها، فهي متواجدة في واحد النقطة اللي هي استراتيجية قريبة من كل المرافق الضرورية، ومتواجدة في المنطقة اللي آهلة الآن في المنطقة ديال في هاد الحي ديال الأليانس مهدية اللي هي مهدية جوج، قريبة من كل المرافق الضرورية، من المحلات التجارية، من المسجد، ومن وسائل المواصلات. متميزة كذلك بالشساعة ديال هاد الغرف ديالها، فكما كتشوفوا معنا وهذا كمثال هذه هي السويت بارونتال، كتشوفوا بأن المساحة ديالها هاد السويت هي مساحة اللي هي تبارك الله متسعة، وفيها واحد الحمام ودريسينغ على الانتيريور ديال هاد لا شومبر. وهاد الشقق اللي المساحه ديالها كبيره في هاد الحي ديال الأليانس مهدية راه كاينه باثمنه مختلفه. كاين هاد النوع هذا اللي كنعرضو اليوم اللي الثمن ديالو تقريبا واحد 74 مليون قابله للتفاوض بطبيعه الحال مباشره مع صاحب هاد العقار، وكاين كذلك واحد النوع اخر مختلف اللي غنعرضوه فعما قريب واللي الثمن ديالو هو اكثر من هاد الثمن، وبطبيعه الحال كاع هاد الاثمنه كتبقى قابله للتفاوض مباشره مع اصحاب هاد العقارات. اذا كنتم مهتمين بهاد الشقق سواء الصغيره منها او الكبيره في هاد الحي ديال الأليانس مهدية وكذلك في احياء اخرى، لما لا، فاحنا راه الاشاره ديالكم طيله ايام الاسبوع سواء الاستفسار وكذلك لاخذ مواعيد الزياره الميدانيه، وغيكون افضل باش تكتشفوا معنا هاد المعروضات وتكتشفوا معنا هاد الاحياء الجميله في مدينه القنيطره. شكرا لاهتمامكم، شكرا للتشجيعات ديالكم، والى الشقه القادمه بحول الله. شكرا والسلام عليكم.